السلام الله عليكم، يعطيكم العافية. اليوم إن شاء الله راح نحكي عن محاضرة رقم 2 في مساق الشبكات اللاسلكية ونظم تشغيل المحمول. معكم المهندس علي عبد العزيز أبو حرب، وإن شاء الله راح نكمل المحاضرات اللي في هذا المساق. طيب، بداية المحاضرة الأولى حكينا عن هيك نبذة تعريفية عن ايش حناخد في بدايات هذا المساق. حنعمل ابلكيشن يتعلق في الزلازل، طبعا بعد ما نخلص هذا الابلكيشن راح نعمل ابلكيشن تاني، وهكذا حسب المواضيع اللي لازم يغطيها في المساق. بداية حكينا عن اهمية الجيسون، حكينا انه في عندنا حاجة اسمها API، وحكينا عن الموقع اللي اسمه USGS. تمام، بعد هيك ان شاء الله حنحكي عن الاي بي اي بشكل مفصل ودقيق. تمام، فايش حكينا كتير عن كلمة اي بي اي. طب ايش هو الاي بي اي وايش بيفيدنا احنا كموبايل ديفلوبر؟ وات از ان اي بي اي؟ اي بي اي اللي هو يعني بشكل سريع هو اختصار لابليكيشن بروجرامينج انترفيس. تمام، خلينا احط هنا خيارات المؤشر. تمام، فالفكره انه اختصار الاي بي اي اللي هو ابلكيشن بروجرامينج انترفيس، هذا هو اختصار الاي بي اي. حنحكي شويه امثله عن الاي بي اي وايش الاي بي اي بتزودنا فيها، يعني ليش احنا لازم نتعلم الاي بي اي كموبايل ديفلوبر، وايش هي الاشياء الحديثه في الاي بي اي. تمام، ان شاء الله. طيب، بداية الاي بي اي زي ما انتم شايفين انه هو منتشر بشكل كبير في سوق او في عالم البرمجة. يعني مثلا شركة كشركة جوجل بدها تتعامل مع شركة كشركة مثلا فيسبوك او كتويتر او كاي شركة اخرى، او انا اتعامل مع جوجل. فالطريقة الوحيدة عشان استفيد من خدمات جوجل هي لازم استفيد منها عن طريق الاي بي اي. يعني جوجل مش هتحط السيرفرات، او انا مش هكون مطلع على الداتابيز تبعتها، ولا راح اقدر اوصل للداتابيز تبعتها عشان اطول البيانات اللي بدي اياها، لا. فهي بتوفر لنا حاجة اسمها الاي بي اي. تمام، فعن طريق الاي بي اي يعني هتحط فيها داتا معينة، السيلكتد معين، حماية معينة عن هذا الاي بي اي، مدة معينة، بسعر معين، استفيد من هاي الاي بي اي. تمام، ان شاء الله. طيب، ايش هي الاي بي اي؟ هي زي ما حكيت اختصار لابليكيشن بروجرامينج انترفيس، which is a software that allows to applicate. تمام، هي يعني بشكل سريع اختصار لابليكيشن بروجرامينج انترفيس، يعني كبوابة او كطريقة انه احنا نستخدمها عشان نجيب بيانات بين تو ابليكيشنز. تمام، بين تطبيقين. فعشان زي ما حكيت عشان تطبيق محمد يتواصل مع تطبيق شركة فيسبوك مثلا، لازم استخدم اللي هو الـ API. تمام، هنا بيقول لك انه each time you use an app like مثلا فيسبوك، يعني كل مرة انت بتحاول ترسل باستخدام تطبيق فيسبوك ترسل مسج او ترسل طلب صداقة او ترسل اشعار او تفحص يعني تشيك ذا ويذر اون يور فون، هذا كله بيستخدم الاي بي اي. تمام، يعني فيسبوك لما بيتعامل مع خدمة مثلا بيحدد اللوكيشن تبعك او بيحدد حالة الطقس من تطبيق تاني، فهو برضو بيستخدم الاي بي اي وهكذا. فنفهم بشكل عام انه احنا عشان نستخدم خدمات زي جوجل زي فيسبوك زي اي خدمة او اي سيرفر او اي تطبيق في العالم زي تطبيق الزلازل مثلا، احنا هنستخدم اي بي اي جاهز للموقع USGS اللي حكينا عنه بالمحاضرة اللي فاتت وشرحنا الموقع والخدمات اللي فيه. فالفكرة انه احنا لازم نتعامل مع الاي بي اي. فالاي بي اي يا شباب مهم جدا، انه هو عن طريقه او من خلال المفهوم تبعه احنا حنقدر نتعامل مع الداتا اللي بتوفرها الخدمات زي المؤسسات الكبيرة والشركات العملاقة. حنشوف بعض الامثلة العملية عن الاي بي اي. هنا بيقول لك انه when you use an application on your phone، لما انت تستخدم اي تطبيق على جوالك
التطبيق هذا يعني، وكان في ميزة انه بيتصل في الانترنت تمام، وبيبعت داتا للسيرفر. يعني هذا التطبيق اللي انت على جوالك اللي منزله بيبعت ريكوستات على السيرفر، السيرفر بدوره اكيد راح يقوم باستخراج هاي المعلومات وبعمل عليها عمليات معالجة، يعني بياخد الداتا بحطها عنده او بيرجع لك ريسبونس معين او بيعمل لك اكشن معين وبرسل لك اياها لوين، برجع يرسل لك اياها على الجوال. مثلا في ريكوست عندك اسمه جيت سالري اون ذس مانث، جيب لي الراتب تبعي هذا الشهر. انت بترسل ريكوست للسيرفر، والسيرفر بدوره يعني بجيب المعلومات اللي حواليك، مثلا انت معطيه الاي دي تبعك والباسورد او معطيه الهويه تبعتك مثلا، وروح السيرفر عن طريق الداتابيز وكل المعلومات اللي عنده بيتعامل مع هاي الداتا، بيرجع لك الريسبونس زي ما انت طلبت تمام. هذا المفهوم انه تطبيق يتعامل مع سيرفر ويترجع الداتا، فهاي وظيفة السيرفر. فالابليكيشن بعد هيك راح ياخد هاي الداتا ويعرض لك اياها على الجوال تمام، لكن الداتا اللي انعرضت مش على الجوال، راح جابها من وين؟ من السيرفر تمام. فهذا مبدأ الـ API، وهذا كله بصير عن طريق مين؟ الـ API. ففهمنا انه الـ API مهم جدا عشان نتكلم مع اي سيرفر في الحياة تمام. طبعا في بعض الشركات الكبيرة والعملاقة ممكن تعمل على خدماتها الاي بي اي ريستريكتد، يعني تحط فلوس على الاي بي اي. مثلا تقول لك مثلا اذا بدك تعمل 20 ريكوست مثلا عليهم 1 دولار، اذا بدك ترجع داتا حجمها مثلا 100 ميجا او اشي زي هيك مثلا 100 دولار، وهكذا. فممكن تستفيد من ناحية الاي بي اي، غير انه هي حماية وسكيور وبرايفسي، لا ممكن تستفيد انه من ناحية فلوس تحقق ربح يعني عن طريق الاي بي اي. راح ناخذ هيك يعني مثال خفيف بيحكي عن الاي بي اي، هو مثال المطعم. تخيل لو انت رحت على طاولة في المطعم تمام، في الريستورانت اللي هو المطعم، انت قعدت على طاولة ومسكت المنيو عشان تختار الوجبة اللي انت بدك اياها، مثلا تشيكن بيتزا مثلا تمام. فانت يعني شفت المنيو ورحت اخترت الوجبة اللي بدك اياها، الان حان الوقت انه انت تاكل من هاي الوجبة، لكن عشان تاكل من هاي الوجبة بدك حدا يجيب لك اياها ويعملها بنفس الوقت. فتخيل انه المطبخ هو عبارة عن السيستم، الكيتشن هذا اللي في المطعم هو عبارة عن السيستم، هو السيستم تبعنا تمام، هو اللي راح يعمل الاوردر او الطلبية تبعتنا التشيكن بيتزا، هو اللي راح يعمل، هو السيستم هذا تمام. الان الشيء المفقود اللي هو كيف الطلبية هذه راح توصل لك من المطبخ وتسلم لك اياها على الطاولة تمام. فانت قاعد بدك تتواصل مع السيستم مع الكيتشن وتقول له بدي بيتزا، لكن شو هو الشيء اللي راح يوصل لك هذا الاوردر على الطاولة اللي انت طلبتها حسب المواصفات اللي انت طلبتها تمام. هنا بيجي دور مين؟ النادل او الويتر تمام، او الاي بي اي. فالنادل هو اللي احنا راح نطلق عنه الاي بي اي، هو الوسيط بيني وبين المطبخ، هو مين؟ النادل تمام. فأو ممكن نسميه ماسنجر، يعني زي رسول، انه هو المبعوث من اكس لواي، هو الشخص المسؤول يرسل من هنا لهنا تمام. او مين حكينا؟ هو نفسه الاي بي اي. ففهمنا انه النادل هو الاي بي اي، والمطبخ هو السيستم، وانا قاعد على الطاولة بدي اروح اطلب مين؟ الشيكن بيتزا. فالنادل بروح بياخد الريكوست، او الاي بي اي يعني بروح بياخد الريكوست تبع الاوردر وبحكي لمين؟ للمطبخ اللي هو السيستم تبعنا انه شو لازم يعمل. بعد هيك النادل بياخد الطلبية وبيعمل ريسبونس باك تو يو، اللي هو برجع لمين الريسبونس او برجع للطلبية الي، اللي هو في هاي الحالة الفود. يعني بنفهم من هذا المثال انه انا قاعد على طاولة وطلبت من الاي بي اي بدي مثلا وجبة تشيكن بيتزا، فراح هو اللي بقى يتواصل مع السيرفر او مع السيستم او مع المطبخ، والمطبخ جهز تعامل مع الريكوست، عمل له البروسيس الخاصة فيه ورجع له الريسبونس اللي هو مين؟ الفود، عن طريق مين؟ الاي بي اي.
طيب هل هو هاي انت حاليا قاعد على اللي هو على الطاولة زي ما حكيت، تمام، وراح تتواصل مع مين؟ مع النادل، الشخص اللي حيقدم لك الوجبة. انت شفت المنيو، تمام، وطلبت مثلا هامبرجر، تمام، فالمنيو انت بتحكي معاه مع الويتر. الويتر هو هنا مين؟ الاي بي اي حكينا، تمام، هو الاي بي اي. فالاي بي اي حيروح يتواصل مع مين؟ السيستم. فهي الريستورانت اللي هو عبارة عن الاي بي اي، فانت في هاي الحالة ملكاش اي علاقة في المطبخ، لا بهمك كيف انعملت الوجبة، ولا بهمك شو يعني درجة الحرارة اللي لازم تعمل فيها الوجبة، ولا المكونات، ولا بهمك تحضر السلطة، ولا بهمك تعمل ولا تعرف اي اشي بتعلق في الوجبة. انت بهمك مين؟ الوجبة. بهمك ترجع لك الوجبة بطعم زي ما انت بدك وخلص، كيف انعملت، متى انعملت، بهمكاش. انت بهمك ترجع وتكون راضي عن الوجبة، تمام. كل التفاصيل هذه اللي بتصير في المطبخ او في السيستم ما بتهمك، تمام. فانت بهمك الشخص النادل، تقول له بس انت ايش بدك، تمام، ايش بدك من الوجبة وخلص. هو بروح بتواصل مع السيرفر او مع المطبخ. المطبخ هو بدوره مثلا انت بتتواصل مع جوجل او مع الاي بي اي تبع جوجل. تبع جوجل هي بتوفر لك خدمة معينة بترجع لك اياها زي ما انت طلبت. لا بهمك كيف تعرف كيف انعملت، ولا بهمك تعرف ايش شو صار، تمام. فهي فهمنا انه الاي بي اي هو وسيط بينك وبين السيرفر. هنا خلينا نحكي السيرفر، تمام، هنا اللي هو انت الريكوست تبعك، تمام. النادل او الاي اي حكينا هو وسيط انترفيس بينك وبين مين؟ السيستم. طيب في الاي بي اي صراحة يعني انا بدي اذكر هنا اهم اربع يعني استخدامات له او اجزاء له، اللي هو اكسس داتا. فاحنا بنستفيد من الاي بي اي في هاي الحالة انه بنوصل لمعلومات وبيانات من شركات ومن سيرفرات، بزودنا اياها زي مثلا تطبيق الزلازل. حنستفيد من الاي بي اي انه هو بزودنا فعليا في الداتا، قوة الزلزال، مكان الزلزال، الماجنيتيود، مثلا الديت، التاريخ حدوث الزلزال، مركز القوة، وهكذا. يعني هو بزودنا بمعلومات. هاي اول وظيفة للاي بي اي، تمام، وهو يعني هي هذا اهم وظيفة ان احنا نتعامل مع الاي بي اي. فانت زي مثلا زي ما حكيت، انت بهمك تسأل مين؟ النادل. تقول له مثلا وين الوجبة تبعتي، او وين وير از ماي فود. فالنادل هو بدوره راح يتفقد حالة المطبخ ويقول لك انا مثلا راح افحص وراح اوافيك في المعلومات اللي انت بتحتاجها من المطبخ. انت حتتكلم مع مين؟ مع النادل، مع الاي بي اي. هل بهمك ايش في بالمطبخ او في السيرفر؟ لا، ما بهمك انت كموبايل ديفلوبر، ما بهمك. بهمك بس اللي هو مين؟ الاي بي اي، تمام. هاي مثلا مثال في موجود هذا التطبيق في اغلب جوالاتكم، اللي هو تطبيق الطقس. فعليا ايش فكرة تطبيق الطقس مثلا، او تطبيقات الطقس اللي موجوده على جوالاتكم؟ هل فعليا الشخص عشان يبني تطبيق زي هيك بلزمه مثلا يكون عنده اجهزه سنسورز واجهزه حراره وتتبل الطقس، ويروح يراقب القمر ويراقب الرياح؟ هل انت كشخص عشان تعمل هذا التطبيق، هل بلزمك تجيب كل هاي الأجهزة والمعدات وتراقب الكواكب والنجوم ومش عارف شو عشان تعمل تطبيق زي هيك؟ سؤال، هل بلزمك؟ طبعا لا. فأنت في خدمات، في ناس عندهم هاي الأجهزة وعندهم هاي المعلومات جاهزة 100%، أنت ما عليك إلا تطلبها منهم. طبعا في سعر معين، في أشياء عشان يستفيدوا منك، يعني مش معقول أنت تأخذ هاي المعلومات منهم ببلاش. فهي الفكرة انه في عنا اي بي اي او ناس عندهم سيرفر فيها معلومات الطقس. فانت بكل بساطة بتقول لهم والله انا بدي اعمل تطبيق بيعرض الطقس في مدينتي حسب الاسبوع ودرجة الحرارة والايام اللي فيها مطر وهكذا. فانت بكل بساطة بتقول له بدي درجة الحرارة،
وش أقل درجة الحرارة وش أعلى درجة الحرارة كل يوم، تمام؟ فهكذا يعني. فأنت حتتواصل مع حاجة اسمها الويذر اي بي اي، ويذر اي بي اي. ففي ناس مثلا شركة ما عندها هاي المعلومات، فأنت تطبيقك راح تضرب ريكوست عليهم تقول لهم والله بدي المعلومات هذه، حترجع لك كمين كجيسون زي ما حكيت. التواصل بكون بينك وبين الشركات الثانية كجيسون. فمثلا بيرجع لك الكرنت لود هاي تبعت مين، الحرارة تمبريتشر. فبترجع تطبيق وانت بكل بساطة تعرضها، بتعمل عليها عمليات، بتظهر ايقونات، بتحط الايام ودرجة وهكذا. يعني المبدأ والمفهوم انه انت مش محتاج تعرف كيف عرفوا درجة الحرارة لمدينتي مثلا، خلص ما بيلزمك تعرف التفاصيل. انت بس ابعت لهم مثلا الموقع تبعك، هم بردوا عليك في النتيجة. هل لازمك تعرف كيف عملوا الكواكب والنجوم وحركة الرياح ومش لا لا، هاي التفاصيل ما بتعنينا. فالأمر جدا بسيط عندنا كموبايل، لما بنعمل تطبيقات في الويب خصوصا. بالعكس أنا شايف تطبيقات الويب أسهل ما أنك أنت تعمل تطبيقات أندرويد تكون كلها أندرويد، يعني داتابيز لوكال ومية كلها لوكال. لا أنا شايف تطبيقات الويب يعني زي هيك أسهل بكتير من أنت تعمل تطبيقات أوفلاين، لانه هاي الداتا كلها راجع من الويب. انت بس ما عليك الا بتاخذ الداتا وبتعرضها، بتعمل شويه عمليات، ممكن تخزنها لوكالي في شغل لكن زي ما انتم شايفين سيناريو الاي بي اي المبدا تبعه كنظره عامه هو بسيط، لكن في خفايا وفي امور راح نكتشفها مع بعض ان شاء الله. مثلا هذا التطبيق تبعك انت راح تتواصل مع الويذر شانل اللي هو السيرفر او الناس اللي عندهم هاي المعلومات، هم حيردوا عليك. فانت حتعرض مين الطقس في المدينة تبعتك. فهي فكرة الاي بي اي. طيب تاني جزء من الاي بي اي اللي هو زي ما حكيت هاي كومبلكستي، يعني التفاصيل المعقدة والعمليات المعقدة اللي بتصير في السيرفر انت ما بتعرف عنها اي اشي. يعني انت مثلا طلبت حساب مثلا اي بي اي عشان يحسب معادلة ما، فقال لك والله بس ارسل لي المعاملات اي بي سي وانا برجع لك بجيب لك الجذور مثلا الجذور التربيعية لهي المعادلة، بس انت ارسل لي المعاملات تبقى اي بي سي. فانت بكل بساطة بترسل المعاملات تمام على السيرفر، هو برجع لك مين الجذور. هل انت عرفت كيف حسب الجذور؟ لا. هل انت عرفت ايش عمل معادلات تقسيمات؟ لا ما بهمك، انت ارسل كذا برجع لك كذا. شايفين الامور الاي بي اي ايش فايديته بالنسبة انك موبايل او ككلاينت او ككلاينت سايد؟ بس هاي الفكرة. فانت مثلا طلبت من النادل وجبة سوشي تمام، هتقول لي فيش عندنا سوشي بغزة، هقول لك صحيح هذه يعني معلومات من جوجل جبتها عشان هيك. فالفكرة انه انت مثلا بدك سوشي، خلاص اجى على بالك سوشي، هل بلزمك تعرف كيف انعملت السوشي وايش التفاصيل وايش بحط وايش لازم تجيب بهارات؟ لا لا ما بلزمك. فانت تتواصل مع الشخص الوسيط بين كل هو الاي بي اي. الاي بي اي بروح بتواصل مع المطبخ، المطبخ بعالج البروسيس بيجي على الاي بي اي، الاي بي اي بيجي بقول لك هاي الريسبونس ويلا تفضل، وهي الشوكة والمعلقة بالاخير بتروح تاكلهم مين فيدك تمام. فهي الفكرة، الفكرة انت ما بهمك تعرف تفاصيل السيستم كيف انعملت، وانما بهمك كيف تاكل بس. بعض الأمثلة كمان يعني عشان أقرب لكم الصورة أكثر. أكيد الكل معاه جوال أندرويد أو ممكن يكون معاه أبل، مو أحيانا ممكن يكون معاه ويندوز، أو خلينا نحكي اللي هو هنا أجهزة بي سي أو لابتوبات تمام، هنا أجهزة الأندرويد، هنا أجهزة الأبل أي أو إس أندرويد ويندوز. فلاحظ انه تطبيق الاندرويد تبعك في برامج او هذا الاو اس يا شباب، هذا الاوبريتنج سيستم تمام، هذا او اس او اس او اس كلهم او اس، هذول الاوبريتنج سيستم اللي نزلين على جوالاتكم تمام. ففي بعض البروفايدرز او الدرايفرز اللي بكونوا نزلين على هذا النظام. انت كجوال كاندرويد حتلاقي في عندك الجي بي اس، في عندك الكاميرا، في عندك الواي فاي او الوي فاي بيحكوا عليها،
في عندك ال NVC storage وهكذا، في عندك أج أج يعني أشياء جاهزة خاصة في السيستم. شركة جوجل لما عملت الأندرويد عملت هاي البروفايدرز أو الدرايفرز وحطوها في النظام عشان التطبيقات التانية يقدروا يستفيدوا منهم. فهاي الشغلات الجاهزة برضو يعتبر اسمهم API. يعني انت مثلا قررت تعمل تطبيق بيتعامل مع مثلا GPS، تمام، انه يحدد موقعك مثلا، تمام. فانت عشان تعمل هاي التطبيق مثلا جوجل ماب ايش فكرته؟ بيحدد موقعك على خريطة، صح؟ لكن فعليا جوجل ماب ايش بيعتمد على مين؟ النظام اللي هو ايش فيه GPS. فجوجل ماب نفسه هيستخدم الاي بي اي من الاوبريتنج سيستم اللي اسمه مين جي بي اس، تمام. وكذلك انت لو بدك تعمل تطبيق خاص فيك بيتعامل مع الجي بي اس، فراح تستخدم برضه الاي بي اي اللي بوفر لك اياه السيستم. لو بدك تتعامل مع تطبيق مثلا بيقرا الرسائل، حتستخدم مثلا الاي بي اي اللي بوفر لك اياه موضوع الرسائل. والستورج مثلا تخزن ملف، حتتعامل مع الستورج اللي بوفر لك اياه مين؟ الاوبريتنج سيستم. مثلا بدك تتعامل مع الكاميرا، حتتعامل برضه مع اللي بوفر لك اياه. اذا هاي الشغلات كلها اي بي اي جاهزه. يعني تخلوش مفهومكم في الاي بي اي انه بس ويب، لا، اي بي اي اي شيء يوزر انترفيس وسيط بينك وبين سيرفر او بين حدا تاني او بين نظام، فاهمين كيف؟ فانه فكره النظام عنده خدمه معينه مثلا كاميرا، فانت التطبيق تبعك بده يتواصل معها، بده يستخدم هاي الكاميرا عشان يصور، فانت بتستخدمها في تطبيقك بكل بساطه. اللهم صل على سيدنا محمد، بكل بساطه، تمام. طيب حكينا عن الاكسس داتا وحكينا عن الكومبلكسيتي، وكمان الفكره انه اكستند فانكشناليتي. يعني زي ما انا حكيت، انت ممكن تعمل تطبيق كامل شات في خدمه انه يصور، فانت يعني مش هتعمل كاميرا خاصه فيك، عشان لو حاولت تعمل كاميرا خاصه فيك ممكن تقعد مليون سنه وبالاخير ما تزبطهاش. لا، فانت حتستخدم كاميرا النظام كاي بي اي جاهزه، تقول والله بس بدي القط صوره، سطرين كود بتشغل كاميرا النظام بترجع الصوره، خلصنا. فانت تطبيقك صار بيصور، وكمان في خدمه الشات، ولو بدك تضيف الجي بي اس ويتحدد موقع اللوكيشن بتضيفه، وهكذا. ان هو عامل اكستند لمين؟ لتطبيق تبعه، خلاه مور فاليبل، يعني خلاه تطبيق له قيمه اكثر، يعني فاهمين كيف؟ حسن التطبيق عشان استخدمنا خدمات جاهزه. وبنفس الوقت السكيورتي، يعني انا عندي مثلا خدمة او عندي سيرفر بيعرض بيانات الطلاب في الجامعة مثلا، وفي جامعة تانية بدها تستخدم بيانات معينة مثلا كاعمار الطلاب ومعدلاتهم، بس بدهاش تصل اي معلومات حساسة تانية مثلا زي معدل الطالب كله او مثلا كمصاريهم مثلا لا، بتصل بس لاعمار الطلاب واسمائهم وخلص مثلا. فانا بعمل اي بي اي خاصه فيا كجامعه، بقول لهم خذوا هاي الاي بي اي، هذا بترجع لكم بس اعمار الطلاب واسمائهم مثلا، ما بتقدر توصل لاي شيء ثاني غير اللي انا برجع لكم اياه. فهي الفكره، بتصل بس للمعلومات اللي انا بحددها. فهي فكره السكيورتي في الموضوع. طيب زي ما حكيت انه مثلا جوجل ماب عشان تستخدم الجي بي اس، النظام نفسه راح يعرض لك رسالة حيقول لك انه لازم انت توافق على موضوع البرميشن، تمام. في برميشن عشان انت لازم توافق عليه عشان تقدر تستخدم الاي بي اي. زي ما حكينا زي هي سكيور، فهي برضو بتمنحك انه بتقول لك مثلا في تطبيق بيتواصل مع مين؟ للابليكيشن تبعك. فانت مجرد تحط دونت الاو او اوكي انه تسمح لهذا التطبيق يتواصل مع الاي بي اي هذه، تمام، او السيرفيس. طبعا هذا الاندرويد هنا في حال الاي او اس، هاي الواجهه ممكن تتطور مع الزمن انه ممكن تلاقيها مثلا الاو وانس، الاو يعني السماح مره واحده، السماح لكل المرات، او عدم السماح، وهكذا. الفكره انه هي يعني من باب سكيورتي، من باب حمايه، انه بتظهر لك انه قبل ما تستخدم هذا الاي بي اي لازم انت توافق على شروط الاستخدام. طب في هنا معنى مثال حلو جميل نوعا ما، اللي هو اكيد بتشوفه في بعض التطبيقات، في اللي هو تسجيل الدخول باستخدام جوجل باستخدام مين؟ الفيسبوك. ليش بحطوا هاي الخيارات في بعض التطبيقات؟ لانه احيانا
يعني عملية تسجيل عملية تسجيل الدخول باستخدام عملية تسجيل الدخول باستخدام فيسبوك أو جوجل أحيانا بتكون أسهل بالنسبة لنا كمستخدمين عاديين كإند يوزر، أسهل لنا بكتير من إنه إحنا مثلا نحط الاسم الأول والاسم الثاني ونكتب كلمة السر ونعيد كتابة كلمة السر ونختار المدينة ونختار الإيميل. لاحظوا في معلومات كتير أنا بختصرها بكبسة زر واحدة، اللي هي لما أنا أحط زر جوجل تسجيل باستخدام جوجل. فالمستخدم لما يضغط تسجيل باستخدام جوجل فقط ضغطة واحدة على الزر بدخل جوه التطبيق بتكون كل معلومات المستخدم عندنا في التطبيق. فهي الفكرة. وكذلك الفيسبوك، يعني الفيسبوك لما انت تضغط على تسجيل باستخدام الفيسبوك مباشرة ضغطة واحدة انت بتروح كمبرمج بتاخد هاي المعلومات، الاسم، الايميل، الصورة، كل المعلومات اللي لازماك بتحطها عندك في السيستم في النظام وبتتصرف على اساس هاي المعلومات. فلاحظوا ان هنا حسنا تجربة المستخدم نوعا ما، يعني بدل ما احنا نخليه يكتب معلومات ويطول فيها في فورم طويل عريض، لا بنستخدم الاي بي اي تبع جوجل والفيسبوك. ركزوا قلت كلمة اي بي اي، يعني هدول الشغلتين اللي انا حكيتهم برضو بنفس الوقت يعتبروا اي بي اي، لانه انه انا في هاي الحالة حتعامل مع اس دي كي جوجل، اس دي كي جوجل مبني على سيرفرات جوجل طبعا. عملية تسجيل الدخول والاوثنتيكيشن والتحقق والسكيورتي والامور هاي كلها انت ما لك اي علاقة فيها، تمام، هذه مسؤولية جوجل. فانت مجرد ما بتعمل لوجن باستخدام جوجل هي بترجع لك الريسبونس وتقول لك اوكي يلا ادخل خذ هاي المعلومات بس. فهي الفكرة في الموضوع باستخدام مين اي بي اي جاهز، وفرت علينا كتير مشاكل وحلول. ف زي ما حكيت هي نوعا ما تعتبر سكيورتي، وهي مش هتكتشف، يعني ما بتعرض كل معلومات الداتابيز تبعتك على السيرفر، لا بس بتعرض المعلومات اللي انت بس بدك اياها تظهر، يعني مش اي معلومات بدك تعمل لها شير مثلا للداتابيز، لا بس المعلومات اللي انت بدك اياها تظهر هي اللي بتظهر، بس نوعا ما من السكيورتي. تمام ان شاء الله. فالاي بي ايز هاف بيكم سو فاليبل، يعني انه قيمة الاي بي اي نفسه كأهمية كقيمة زادت له، ويعني توسعت في اخر فترات في عالم البرمجة او في التكنولوجيا بشكل عام، وسهلت كتير زي ما حكينا لما احنا استخدمنا جوجل وفيسبوك. ففي بعض الشركات مثلا زي جوجل واي باي وامازون وهكذا برضو بتستخدم اي بي ايز من شركات تانية. فهي فكرة شو اسمه الاي بي اي. تمام ان شاء الله. طيب بعد هيك ان شاء الله يعني حنتعامل احنا مع سيرفيس معينة عشان نجيب منها الاي بي اي. فهي منطقة مين؟ الكلاينت، تمام، اللي هو منطقة مثلا الموبايل فون، الجهاز العادي، منطقة اليوزر يعني العادي. فهو لما يجيب معلومات من الداتابيز تبعت جوجل مش حيجيبها مباشرة، مش حيجي زي هيك، لا حيمر في بروسيس معينة، حيسلخ ريكوست اتش تي بي ريكوست، حيتعامل عن طريق سيرفيس معينة. السيرفيس هذه الاي بي اي هي حتتعامل مع جوجل، وهي راح جوجل راح ترجع لنا اياها، بعدين حترجع تطبيقنا على شكل مين؟ جيسون فورمات. تمام. فهذا السيناريو المتوقع لعملية انه احنا كيف حنجيب ريكوست من الجوجل مثلا او من اي سيرفر بشكل عام. هذا هو السيناريو المتوقع. تمام. ضل مثلا خلينا نحكي عن هاي اخر سلايد. تمام. هاي برضو نفس الفكرة، احنا عشان نجيب من اي سيرفر معلومات فلازم نتعامل مع الريكوست اللي هو مثلا جيت او بوست. حنشوف كيف هاي الريكوستات ايش انواعها وايش وظيفها، وايش يعني جيت وايش يعني بوست، ومتى نستخدم جيت ومتى نستخدم بوست، والجيسون الراجع كيف نتعامل معاه، وكل هاي الامور ان شاء الله راح نشوفها بالتفصيل. لكن هاي يعني صورة بشكل عام كيف انه الحياة هيك بتصير. المستخدم يطلب ريكوست، بيتعامل مع الاي بي اي، الاي بي اي بروح بتواصل مع السيرفر، السيرفر برد عليه، والاي بي اي بروح مين؟ برد علينا، وهكذا. هذا يعني السيناريو شو اسمه المتوقع يكون بشكل عام. وهيك احنا ان شاء الله نكون يعني خلصنا هاي المحاضرة، ونلتقي في محاضرة قادمة ان شاء الله.
دمتم بأمان الله.